السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وهاد الفيديو هذا يلقاكم في صحه وعافيه ان شاء الله. هاد لا فيديو غادي نهضروا فيه على واحد لو تام اللي معلق بالروايه الاولى ديالنا لا بواطا ميرفي. ديجا حطيت لكم دي تام وعطيتكم لي زارغيمون ديفينيسيون و ليكزامبل اللي غادي تحتاجوا. فهاد لا فيديو غنهضروا على واحد لو تام اللي هو جديد، اللي هو لا فيولونس، العنف او لا بونيسيون كوربوريل. بين قوسين لا فيولونس كاين في لي غومون بثلاثه، كاين في لا بواطا ميرفي وفي اونتيغون وفي لو ديرني جور دان كونداني. مي كل غومون كيفاش غادي نهضروا على هذا العنف. بالنسبه للعنف اللي عندنا في لا بواطا ميرفي كنهضروا على العنف اللي كيدير الفقيه لي زلاف ديال المسيد. في اونتيغون عندنا عنف بطريقه اخرى، وفي لو ديرني جور دان كونداني ثاني عندنا عنف بطريقه اخرى، يعني ماشي نفس لي زارغومون غادي نديروا وماشي نفس لي زيكزامبل بيان سور. يعني هاد لو تام غتلقاو في الروايات كاملين، مي كل مره غادي نطرحوه بطريقه اللي هي مختلفه. مني غنبداو ان شاء الله اونتيغون غنعطيكم تاني كيفاش يمكن لينا نخدمو على البروديكسيون اكريت ديال الفيولونس اللي معلق باونتيغون. مني غنبداو لو ديغني جوغ دان كونداني كذلك غادي نعطيكم لي زارغومون باش غادي اتخدمو. كنتمنى انكم تزيدو تشجعوا لاشين كتر وكتر باش هاكا العائله ديالنا تكبر وكل شيء يستافد. وديما كنطلبكم عافاكم دعيوا الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله الفيديو ديال اليوم. قبل ما نبداو نهضروا على لي زارغومون ضروري ما خصنا نديروا ديفينيسيون لهاد لو تيم ديال لا فيولونس. La violence est perçue comme un usage de la force contre un autre. يعني العنف يعني ينظر إليه بأنه هو استعمال القوة يعني ضد الآخرين أو ضد الآخر. Ce comportement est banni dans toutes les sociétés. هذا التصرف، هذا السلوك ديال العنف هو مكروه في جميع المجتمعات أو محظور في جميع المجتمعات. Car il est contre la liberté de l'autre. حيث هو ضد الحرية ديال الآخر. Et l'oblige à accepter ce qu'il ne désire pas. هاد العنف هذا اللي كنمارسو على الاخرين بحال كنفرضوا عليهم انهم يقبلوا شي حاجه اللي هما ما كيرغبوش بها او ما كيرغبوش فيها. هذا هو التعريف ديال لا فيولونس اللي بغيتو تستعملوه في لانتروديكسيون. دابا غندوزو نشوفو لي زارغومون ديال لي دو كوتي، لي زارغومون ديال الناس اللي افيك لا فيولونس ولا افيك لا بونيسيون اللي كيدير الفقيه، والناس اللي كونتر لا فيولونس اللي كيدير الفقيه. كل فئه غنشوفوا لي زارغومون اللي كتقدم لينا باش هكا تزيد تعزز وجهه النظر. نبداو بالحاله الاولى، الناس اللي كونتر لا فيولونس ديال الفقيه. هادو هما لي زارغومون اللي كيقدموا باش يدافعوا على وجهه النظر ديالهم. لا فيولونس دي فقيه نو سير ا ريان. هاد العنف اللي كيمارس الفقيه على التلاميذ ديالو ما عنده حتى شي معنى. Elle provoque chez l'élève une réaction de stress et du coup ne présente aucun intérêt pour les études. هاد العنف هذا كيخلق ولا كيولد عند داك التلميذ واحد ردة الفعل ولا واحد ستريس كيخليه انه مرتبك، اي دوكو نو بريزونت اوكان انتيغي، وما كيشكل حتى شي اهميه بالنسبه للدراسه. يعني ماشي ضروري تضرب الدري باش انه يقرا. هذه هي لارغومون الاولى ديال هاد الناس هادو اللي ضد العنف. لارغومون الثانيه، لي بسيكولوج اي لي بيداغوغ افيرم كو لاغريسيفيتي اونجوندر لو مونك دو كرياتيفيتي اي ديماجيناسيون. الاطباء النفسانيين والاطباء ديال الاطفال كياكدوا على ان هاد العنف هذا وهاد الممارسه اللي كيدير مثلا شي حد الطرف الاخر يعني كيفرض عليه شي حاجه كتولد اونجوندر لو مونك دو كرياتيفيتي، يعني كتخلي داك الطفل هذا ما يبقاش عنده داك الحس ديال الابداع اي ليماجيناسيون ديال الخيال. ما كيبقاش الدري كيقدر انه يبدع او يمارس ديك الحاجه اللي عزيزه عليه او الموهبه اللي عزيزه عليه. لارغومون نيميرو 3، لا فيولونس مين ليليف ا دي تيست ليكول، والعنف كيخلي الطفل انه يولي كيكره المدرسه ما كيبقاش يحمل يمشي للمدرسه. هادو هما لي زارغومون ديال الناس اللي كونتر لا فيولونس. غنشوفو مثال ديال هاد الفئه هادي ابخي عاد نشوفو الناس اللي افيك ونشوفو حتى هما مثال ديالهم. ودائما الامثله مقتبسه من الروايه ديالنا اللي هي لا بواطا ميرفي. المثال الاول ديالنا غنخدمو به الا بغينا نهضروا على الناس اللي ضد العنف وبغينا نديروا مثال ديالهم. هذا هو المثال اللي غادي يجي. اي ليكزامبل كي نو فيان ا ليسبري اي سولوي دو، والمثال اللي جانا دابا في البال.
اي سولوي دو سيدي محمد ديال سيدي محمد الراوي ديالنا البطل ديالنا لو ناراتور ديالنا كي ديتيست الي او مسيد اللي كيكره انه يمشي للمسيد اللي هو ليكول كورانيك باسكو لي زيو دي فقيه لونس كونستامون دي فلام دو كولير حيت الاعيون ديال الفقيه كيشوف فيهم واحد الشرارات ديال الغضب اي لا فان دو لا سيونس ايتي بور لوي اون سورتي دو لونفير ويعني النهايه ديال الحصه ديالو مع الفقيه بالنسبه ليه هو انه بحال خرج من جهنم يعني هذا هو المثال اللي غادي يجينا مع الناس اللي ضد العنف يعني سيدي محمد ما بقاش باغي يبقى مع الفقيه هذا هو المثال اللي تقدروا ديروا مع لي زارغومون ديال الناس اللي كونتر لا فيولونس هنا يا سيدي محمد بالصحه وما بقاش كيحمل انه يمشي للمسيد ولا خرج من المسيد قالك بحال خرج من جهنم يعني كيقارن المسيد بجهنم اذا هو ما كيحملش انه يمشي يقرا حيت الاعيون ديال الفقيه كيشوف فيها الغضب وكيشوف فيها العنف غندوزو دابا باش نشوفوا الحاله الثانيه الناس اللي افيك لا فيولونس لارغومون الاول اللي كيقدموا لنا الناس اللي مع العنف لا فيولونس دي فقيه هنا يكون رياكسيون فاس اصون انساتيسفاكسيون دي ريزولتا يعني العنف ديال الفقيه ما هو الا رده الفعل ديالو تجاه عدم الحصول على نتائج ولا المردوديه ديال التلاميذ يعني هو ما كينوض يضرب شي تلميذ الا والمردوديه ديالو ما عجباتش الفقيه وما كانش في المستوى وما حفظش لارغومون الثاني لو فقيه اي افون تو ان بير ايل سوسي دو نوتر افونير الفقيه راه هو اب وتهو يعني كيخاف على المستقبل ديالنا وكيفكر لينا في المستقبل ديالنا داكشي علاش كيعطينا العصا باش نقراو لاغيمون الثالثه لي بومبان دو مسيد نافي كون بلونش اون بوا دو لونكر تراديسيونيل دو لارجيل اي ان روزو بور ايكريغ سولا ريدوي لو ريسك دو ديستراكسيون يعني لي بومبان دو مسيد لي زيلاف دو مسيد لي زيتوديون ديال المسيد كاملين هادو ما عندهم غير واحد اللوحه ديال الشلاخ وعندهم داك المداد التقليدي عندهم ديك الريشه باش كيكتبوا هادشي هذا يعني كيخلي ان كاين احتمال ديال انهم غادي ينساو لو في دو تابي لا مان دان ليف اي تي شوز سيمبوليك كي نو بروفوك با طون دو تورتور يعني قال لك لو في دو طابي لا مان يعني غير ضرب اليد ديال التلميذ شي حاجه اللي رمزيه يعني كتعني بها انك انت ما قريتيش وما كنتيش في المستوى خاصك تزيد تجتهد كينو بروفوك باطون دو تورتور اللي ما كتمثل حتى شي حاجه ديال العذاب ولا الاستاذ مثلا كيعذب داك التلميذ غادي نشوفوا مثال اللي غادي يجينا مع لي زارغومون ديال الناس اللي متفقين يعني الناس اللي مؤيدين لا فيولونس هذا هو المثال ديالنا اي بور ايليستري سولا وباش نزيدو زعما ندعمو هاد لي زارغومون ديالنا ايل سيفي ديفوكي دون نوتر رومون لا بوات انيرفي خاصنا غير نذكرو في هاد الروايه ديالنا علبه العجائب سيدي محمد الاج ادولت سو رابيل دي فيرسي كوراني كيلا ابري لو ماردي لو جور دو ريسيتاسيون يعني سيدي محمد الاج ادولت يعني سيدي محمد لو ناراتور ادولت ملي كبر سو رابيل باقي كيتذكر دي فيرسي كورانيك بعض الايات القرانيه كيلا ابري اللي حفظها وتعلمها لو ماردي نهار ثلاث لو جور دو ريسيتاسيون اللي كان هو النهار اللي كيعرضوا فيه التلاميذ ديال المسيد الايات اللي حفظوا على الفقيه وكيف ديجا شفنا لينا لو ماردي جورني فاست بور لي زيليف دو مسيد يعني نهار ثلاث هو نهار كحل بالنسبه للتلاميذ ديال المسيد يعني بالنسبه للتلاميذ اللي ما حفظوش كيكون عندهم نهار كحل اما اللي حفظوا ما عندهم علاش يخافوا يعني ها هي العصا خليت هاد الراوي ديالنا يبقى عاقل على الايات القرانيه واخا كبر يعني العصا كتقرب بواحد المعنى هذا هو المثال اللي غادي يجينا مع هاد الفئه هذه يعني شفنا الناس لي بوغ عطاونا دي زارغومون خدينا مثال من الروايه وشفنا الناس لي كونتر حتى هما شفنا لي زارغومون ديالهم وشفنا المثال اللي غادي يجينا معاهم كيف ديجا قلت لكم بالنسبه لي دو كا بوغ وكونتر كنخدم بهم في البلون دياليكتيك يعني كتخدم في البلون دياليكتيك كتهضر على الناس اللي افيك يعني لي زادجيفون لي بارتيزون كتقدم لي زارغومون ديالهم ومن بعد كدوز لي زوبوزون الناس اللي معارضين وكتقدم لي زارغومون ديالهم وفي لافان في الكونكليزيون تما فين كدير لو بوان دو فيو ديالك كنتمنى ان هاد لو تام هذا حتى هو تزيدوا تكتبوه في الديفزار اللي قلت لكم خاص بلي زارغومون ديال الروايات وتبقاو عاقلين عليه باش اون فوا تكون عندك شي وقيته دائما تحاول انك تخدم على شي موضوع من هاد المواضيع هادو اللي تقدر تحط لك نهار الامتحان الجهوي كنتمنى ان كل شيء يخرج
مستافد من هاد لا فيديو، وكنتمنى اكثر انكم تزيدوا تخدموا وتزيدوا تعطيوا لاطاك في هاد البيريود هادي ماشي حتى الاخير. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.